بعد أن احتدت لهجة الخطاب بين واشنطن وطهران غدا الهجوم على ناقلات النفط في خليج عمان، عادت الإدارة الأمريكية مرة جديدة لتبدي استعدادها لفتح حوار مع إيران. وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إن بلاده غير راغبة في حرب مع طهران وستواصل سلك طريق الدبلوماسية. وأكد بومبيو حرص واشنطن على ضمان أمن ممرات الملاحة في المنطقة وبذل كل الجهود الضرورية من أجل ذلك. معنا الآن من واشنطن مراسلتنا ريما أبو حمدية. مساء الخير ريما. أعتقد أن هذا السؤال سأطرحه، ولكن أنا متأكد أنني طرحته عليك من ذي قبل. لماذا كل هذا التغير في التصريحات الأمريكية والتناقض في التصريحات الأمريكية بين الوزراء وبين الأطراف المتضاربة داخل الإدارة الأمريكية؟ ليست أول مرة يحدث هذا طبعا. ربما لأن الموقف في واشنطن متضارب. الإدارة الأمريكية متمثلة بالرئيس الأمريكي كان موقفها واضح منذ البداية، لا تصعيد، ولكن كان هناك بعض التصريحات التي خرجت عن الرئيس الأمريكي والتي فهمت وترجمت على أنها تصعيد من قبل الإدارة الأمريكية. الرئيس الأمريكي بصراحة اتهم إيران بالوقوف وراء هجومي عمان أو خليج عمان، ولكن أيضا قال إن واشنطن مستعدة للحوار. وإن كان هناك بعض الضبابية في هذا الموقف، كان قد غرد بأن لا دولة مستعدة للحوار، ثم عاد وقال إن واشنطن مستعدة للحوار إذا كانت إيران مستعدة لذلك. اليوم ما سمعناه من وزير الخارجية الأمريكي هو ترديد لهذا الصدى، هو ترديد لما يقوله الرئيس الأمريكي، أي أن واشنطن تتهم. بل ذهب وزير الخارجية ليقول أن هناك أدلة لدى أجهزة الاستخبارات الأمريكية على أن إيران متورطة بالفعل في هجومي خليج عمان، ولكن أيضا واشنطن منفتحة على كل الخيارات وتدرس كافة الخيارات من ضمنها الخيار الدبلوماسي. وربما يعني كما يقول البعض في واشنطن، هذا أولا تراجع من قبل الإدارة الأمريكية عن الخطاب التصعيدي الذي سمعناه على مدى الأسابيع الماضية، ولكن أيضا ربما إدراك من قبل الإدارة الأمريكية بأن الخيارات وإن كانت متعددة ولكنها تبقى خيارات محدودة أمام الإدارة الأمريكية. أولا لا يوجد إجماع دولي لجهة التعاطي مع إيران، خاصة وأن كثير على الساحة الداخلية وعلى الساحة الدولية يوجه أصابع اللوم لواشنطن فيما آلت إليه الأمور، في زيادة التوتر في المنطقة وفي زيادة هذا التصعيد بسبب الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية. ثانيا كما يقول بعض الخبراء العسكريين، واشنطن غير مستعدة للدخول في حرب في المنطقة، بمعنى أنها غير جاهزة عسكريا، عدد أو عديد القوات المتواجدة في المنطقة غير كافي حتى لعمل عمليات حتى ولو كانت محسوبة كما يقول البعض، لأنه من غير المعروف ماذا سيكون رد الطرف الآخر. أي أن واشنطن ربما أصبحت الآن تدرك أن الخيارات وإن كانت متعددة فهي ليست كثيرة، وربما يجب أن يكون الخيار الأول والمسلك الأول لديها هو طريق الدبلوماسية، وهو ما نلمسه في التصريحات الأمريكية المتتالية بدءا من الرئيس الأمريكي وليس انتهاءا بوزير الخارجية بطبيعة الحال، بالإضافة إلى المعارضة الكبيرة للحرب في الشارع الأمريكي لدى كثيرين من أعضاء الكونغرس الأمريكي، كثير من الخبراء. كنت أعددت تقرير حول آخر ردود الأفعال في واشنطن والتصريحات فيما يتعلق بالأزمة مع إيران في التقرير التالي. تجدد إدارة الرئيس الأمريكي اتهاماتها لإيران بالوقوف وراء هجومي خليج عمان، لكن واشنطن لا تريد الحرب مع طهران. فعل الرئيس الأمريكي كل ما بوسعه لتفادي الحرب، لا نريد الحرب، قمنا ما بوسعنا لدرئها. يجب أن يفهم الإيرانيون بوضوح أننا سنواصل اتخاذ إجراءات تردع إيران من القيام بمثل هذه التصرفات. يقول بومبيو إن لدى أجهزة الولايات المتحدة الاستخباراتية أدلة على ضلوع إيران، وواشنطن تبحث في خياراتها بما في ذلك الدبلوماسية. ورغم أن بومبيو يؤكد على تصريحات سابقة لترامب، لكنه لا يفصح عن خطوات واشنطن المقبلة. ضبابية في الموقف لم تؤدي فقط إلى انقسام واضح بشأن سياسات واشنطن تجاه طهران، بل يوجه البعض أصابع الاتهام إلى ترامب
في زيادة التوتر. يقوم ترامب بالانسحاب من الاتفاق ويشعل الوضع بين أمريكا وإيران. لماذا؟ ما هو هدفه؟ لن أتهم أي أحد بالتحريض، ولكن لا يوجد سياسة لتهدئة الأوضاع. وإضافة إلى الشارع الأمريكي المشكك في جدوى حروب واشنطن السابقة، أقطاب عدة في واشنطن إذن ترفض جر واشنطن إلى نزاع جديد. أما للإدارة فهي تسعى إلى تشكيل إجماع دولي، ومع ذلك يرى مراقبون أن خيارات واشنطن بشأن إيران متعددة. لدى واشنطن جملة من الخيارات وهي ليست حصرية، يمكن البدء بالدبلوماسية للحصول على دعم من دول أخرى مشككة أو حذرة من موقف أمريكا، أو الحصول على تفويض إذا لم يكن من مجلس الأمن فمن الناتو لاتخاذ إجراءات دفاعية مثل حماية ناقلات النفط، وقد يكون هناك عقوبات اقتصادية أو خيارات عسكرية. ليست طبول حرب وليست تهدئة، بل محاولات يسعى فيها كل طرف وفق متابعين إلى تقييم خطوات الطرف الآخر. وبينما يتبادل الطرفان الاتهامات، توجه انتقادات عدة لإدارة ترامب لعدم وجود سياسة واضحة أو خطة بديلة في حال فشلت إجراءاتها في جر طهران إلى اتفاق جديد بشروط أمريكية. موقف واشنطن الوحيد الواضح بشأن إيران هو منعها من الحصول على سلاح نووي، لكن خطواتها لتحقيق ذلك شقت الصفين الأمريكي والدولي تجاه إيران. ومع ذلك تزداد المخاوف من حسابات خاطئة تجر المنطقة إلى صراع جديد. ريما أبو حمدية، العربي، واشنطن. من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصادر مطلعة أن طهران تعتزم المضي قدما في تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي بناء على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي. وكان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قد قال إن هجمات بحر عمان تثير الشكوك وتأتي في إطار العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة ضد إيران، وشبه لاريجاني ممارسات واشنطن بممارسات عصابة سياسية بلا شرف تديرها الولايات المتحدة الأمريكية. هل تسليح أمريكا للسعوديين ضد الشعب اليمني المظلوم ودعم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الشجاع إجراء سياسي؟ للأسف أن أمريكا مبتلية بعصابة سياسية عديمة الشرف. وفيما يتعلق بآلية إنستكس للتبادل المالي بين أوروبا وطهران، طالب عباس عراقشي معاون وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية بألا تقتصر هذه الآلية على بيع النفط، وبأن تشمل أيضا توريد منتجات أخرى ضرورية للاقتصاد الإيراني. ما نريده من إنستينكس ليس فقط أن يتم تفعيلها، وإنما أن تشمل السلع التي تتعرض للعقوبات، وإلا لا يمكنها القيام بدورها الأساسي. بحثنا هذا الموضوع مع الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية بالتفصيل. هناك أفكار وحلول تنفيذها مرتبط بالآليات وبالإرادة السياسية للطرف المقابل. نأمل أن تبدأ إنستينكس خلال الأيام المقبلة أولى المبادلات المالية، ولكن أن تصل إلى النقطة التي تحقق المصالح الإيرانية هذا أمر لا يزال قيد البحث. الآن ينضم إلينا من طهران مصطفى خوشتشم، مدير تحرير القسم الإنجليزي لوكالة فارس للأنباء. مرحبا بك سيد مصطفى. كيف تتعاطى طهران مع الرسائل المتناقضة كما قلنا قبل قليل، رسائل من جهة تصعيدية ورسائل على الطرف الآخر رسائل تهدئة؟ أهلا ومرحبا، شكرا لاستضافتي. نعم، إن الرسائل التي نفهمها هي أن الولايات المتحدة كانت تحاول لفترة طويلة ممارسة سياسة احتواء تجاه إيران وممارسة ضروب مختلفة من العقوبات والإجراءات الاقتصادية، بعد ذلك يفرضون تهديدا عسكريا
معقولة إلى درجة ما، كل ذلك من أجل دفع طهران باتجاه المسار الذي يرغبون فيه، على أمل أن تقدم طهران على المزيد والمزيد من التنازلات. وقد رأينا مثالا على هذه الطريقة في الاتفاقية النووية الجي سي بي او اي، وقد مارست الولايات المتحدة اللعبة نفسها، وهم يحاولون الآن لعبها مرة تلو الأخرى. ولكن بالتزامن مع هذا الموقف الذي تقوله الآن، الرئيس الأمريكي ذكر أكثر من مرة بأنه مستعد للحوار مع إيران، لكن من الجهة المقابلة إيران ترفض تماما أي حوار مرة أخرى مع الولايات المتحدة. أليس هذا سلبية في التعاطي؟ لا، على لماذا علينا أن نخسر الوقت على الرغم من أننا سبق وأن توصلنا إلى اتفاق؟ هذه مضيعة للوقت. إذا كان ترامب تعجبه هذه الاتفاقية، عليه أن يذهب ويرفع العقوبات. لماذا عليه أن يتطلع إلى اتفاقية جديدة؟ هذا رئيس فاقد للمصداقية، وهو لا يتحلى بالنزاهة اللازمة. إيران سبق وأن منحت الولايات المتحدة الفرصة تلو الأخرى، وإذا كانت الولايات المتحدة صادقة كنا لنشعر بالثقة تجاهها. لذا لا نعتقد أن علينا المضي في تنازلات أخرى والدخول في مباحثات من جديد. الولايات المتحدة تحاول أن تحتوي مقومات وعناصر القوة التي لدى إيران من خلال سياساتها تجاه الاتفاق النووي، وهذا لن يفضي إلى، ولا نعتقد أنهم في طريقهم إلى رفع العقوبات، بل نعتقد أن هدفهم هو الإبقاء على طهران في حالة حرجة وضعيفة. ولكن ألا يخشى أن تفقد هذه السياسة الإيرانية التي شرحتها لنا الآن تجاه الولايات المتحدة، ألا يخشى أن تفقدها على الأقل المتعاطفين من تبقى من متعاطفين مع، خصوصا في الاتحاد الأوروبي، المدافعين على الاتفاق النووي؟ لا، في الحقيقة كما نعرف فإن الصينيين والروس ودول أخرى يعلمون جميعهم أن طهران كانت حافظت على التزام تام وفق التزاماتها بهذه الاتفاقية، وقد أظهرت المسؤولية تجاه هذه الاتفاقية. لكن الولايات المتحدة هي الطرف الفاقد للمصداقية، وهي الطرف الذي كان يجب معاقبته، لأنه هو الطرف الذي أخل بالتزاماته تجاه هذه الاتفاقية المسندة بقرار أممي. لذلك نحن نعتقد أنهم سيفعلون هذا الأمر مرة وأخرى. الموقف الدولة تجاه إيران واضح، فهم يعلمون أنه إذا دفعت إيران إلى المباحثات مرة أخرى فإن الولايات المتحدة ستواصل ضغوطاتها من أجل، حالما ترى أنها كسرت مقاومة إيران فإنها ستعيد الكرة من جديد. لأن إنما نريد نحن والمجتمع الدولي وقف هذه الضغوطات على طهران، وهذا عامل مهم يجب أن يكون واضحا. إيران ما زالت إلى الآن صامدة في وجه هذه العقوبات التي تمارسها الولايات المتحدة منذ عقود، وتدرك طهران تماما بشكل تام بأنها إذا ما أقدمت على التنازلات فإنها لن تنتهي، وبالإمكان فعل ذلك في غضون 10 إلى 11 شهرا. واضح. شكرا جزيلا لك مصطفى خوشتشم، مدير تحرير القسم الإنجليزي لوكالة فارس للأنباء من طهران.